تحت شعار معا للمساهمة في تطوير المعرفة المتقدمة في مجال صناعة الطيران بالمغرب، انطلقت أشغال النسخة الخامسة من الجامعة الصيفية في مجال الملاحة الجوية التي احتضنت أشغالها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، والتي حظيت بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وتهدف هذه الفعالية التي يؤطرها 15 خبيرا دوليا إلى نقل المهارات المتقدمة في مجال صناعة الطيران إلى الطلاب والباحثين والمهندسين الراغبين في تعميق أو تحديث معرفتهم في هذا المجال. هذه مجموعة من الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج في مجال صناعة الطيران التي يزولوا في دول أمريكا الشمالية، في كندا، في الولايات المتحدة، في ألمانيا وفي الإمارات العربية المتحدة، اللي جوا عندنا اليوم باش يدير واحد يعني جامعه صيفيه لمده اسبوع يقدموا فيها واحد المجموعه ديال الورشات وديال المحاضرات لفائده الطلبه التقنيين المهندسين الاطر والمقاولين في مجال الطيران للنهوض بهذا القطاع هذا في المغرب. والهدف من هذه المبادره للمجلس الجاليه المغربي للخارج يعني يقوم بالتشجيع ديالها هو النهوض بقطاع الطيران في المغرب بالنسبة يعني المستوى الجوي والوطني. وتتمثل الغاية من هذه الجامعة الصيفية التي ستمتد أشغالها لأسبوع كامل في الاستفادة من الكفاءات العالية التي يتمتع بها الخبراء المغاربة حول العالم في مجال الطيران، والتي سيعملون على تقاسمها مع زملائهم المغاربة عبر ورشات تطبيقية مضمونها آخر الأساليب الحديثة في تصميم وتصنيع الطائرات. إذن الهدف ديالنا هو يكون كخيو داك الجسر ما بين العالم ديال الشركات المغربية في الطيران وما بين الطلبة الجامعيين والباحثين، من أجل نطلعوا في المهارات ولي كومبيتونس ديال الشباب، وباش نخدموا على دي بروجي ديال البحث العلمي والتطوير والابتكار في الطائرات. صناعة الطيران في المغرب عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا تمثل في تواجد أزيد من 140 شركة تحقق حجم صادرات بلغ أزيد من ملياري دولار، ما يفرض على المؤسسات الجامعية ضرورة الانخراط في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل التي يوفرها هذا القطاع وخلق كفاءات تلبي الاحتياجات الوطنية وضرورة الحفاظ عليها للنهوض مستقبلا بهذا المجال الحيوي.